جئنا إليك أبونا السماوي، عيوننا شاخصة إليك. حينما تشجع الآخرين فأنت إيه؟ تتشجع معهم. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر. لكونك انت يعني هالك تخلص بالتوبة بدم المسيح، ومحدش هيقدر يدخل السماء غير اللي اتمتع بالرحمة. يا ريت نبتدي يكتب معنا بالصلاة. تفضل. انت سايب كل حاجة في حياتك بره باب الكنيسة وجاي عشان تقابل يسوع. مش صدفة انك موجود، ولا هي عادة انت بتروح وبتيجي كل يوم، لكن اكيد في ترتيب خاص لكل واحد فينا. اكيد يسوع مجهز لك حاجات كتير، بس استقبلها واصرخ دلوقتي وقول له يا رب انا مستعد اني استقبل البركة اللي انت مجهزها ليا. ما تسيبش الفرصة تضيع لانك في محضر يسوع. ما تخليش وجودك في الكنيسة والاجتماع انه يكون روتين اتعودت عليه. اسكب روحك كده واهدى وعيش في صمت، لانك لما بتتكلم يسوع كمان بيتكلم، بس انت مش سامع. اسكت واهدى، مش اهدى بلسانك، كمان اهدى من قلبك. واكيد يسوع هيتكلم، واكيد هتحس بيه، وكمان هيملاك بالبركة. يا رب من عمق القلب يا رب بنشكرك لان لا مثل لك بين الآلهة. يا رب بنشكرك لان وجودنا في محضرك ده شيء رائع وامتياز جدا لشعبك. يا رب اخلق فينا قلب يحس بيك، ما تشكلهوش لان احنا تعبنا من التشكيل، لكن اخلق من البداية قلب جوانا يحس بيك. خلينا نسمعك ونحس بيك ونعيش معاك. احنا ماسكين فيك النهاردة وبنقولك يا رب احنا مش هنسيبك، لن أتركك إلا لما تباركني. يا رب باركني، مش هخرج من هنا غير لما الاقي البركة، لما الاقي سلام، لما الاقي فرح يدوم العمر كله جوايا. يا رب فعلا شعبك بيترجاك، بيقولك يا رب املاني بركة، املاني سلام، املاني حياة جديدة تكون ليك من البداية للنهاية. املاني يا رب، وانا منتظر عملك دلوقتي في صمت وفي هدوء وفي سلام، عشان احس بيك، عشان الاقيك، عشان المسك. كلمت كتير يا رب واحنا مش قادرين نسمعك، بس النهارده جايين نسمع وكلنا كده على بكل حواسنا يا رب مستعدين للبركه. اعمل يا رب فينا وفي وسطينا، ادينا فرحه دوم العمر كله، دينا رب سلام يملأ قلوبنا ويملأ عقولنا ويملأ كمان حياتنا. دينا رب سلام. فتعالى بي
يسوع بيتكلم، ولما احنا كمان بنتكلم ما بنبقاش سامعين. عيش حياة الصمت، مش بس اللسان كمان القلب، عشان تسمع صوت ربنا بيقول ايه. فهتلاقيه بيتكلم طول الوقت بس انت ما كنتش سامعه. حاول تعيش الهدوء والسلام، حاول تعيش الايمان، والايمان بيبقى ترمي كل حاجة على يسوع، مش قلقان. فحاول تسمعه. الترنيمه اللي جايه بتقول الله بيتكلم ليا وليك بكل الصور بكل الاشكال. هو طول الوقت بيتكلم، بيتكلم حوالينا في ظروفنا في ألمنا في تعبنا، بيتكلم طول الوقت. بس الاهم ان هو مش بيسكت، لكن احنا اللي لازم نسمع. مش بس نسمع، احنا كمان لازم نحس بيه. احنا بنسمع كتير وبنيجي هنا بنسمع كلام كتير، لكن فين القلب اللي يحس؟ اطلب ده في الترنيمة. بتقول الترنيمة بصوت وصورة من حواليك، قل له يعطيك قلب حساس عشان تحس بعمل يسوع وبكلامه ليك. كل الناس
الله بيكلم كل الناس بصوت وصورة من حواليك، قل له يعطيك قلب حساس. الله بيتكلم وسط النار بالصمت بيعلن أو بالصوت، بهدير الأمواج العاصف بصياح الديك وفي بطن الحوت. الله بيتكلم وسط النار بصمت بيعلن أو بالصوت، بهدير الأمواج العاصف بصياح الديك وفي بطن الحوت. حتى القبر يخبر دمه، حتى القبر يخبر دمه، يغمر بحياة من قلب الموت. الله بيتكلم ليا وليك، الله بيكلم كل الناس بصوت وصورة من حواليك، قل له يعطيك قلب حساس. الله بيتكلم في ظروفي وفي قلب الحاجة والأعواز، بطرق طبيعية بيتكلم وإنشاء يتكلم بالأعجاز. الله بيتكلم في ظروفي وفي قلب الحاجة والأعواز، بطرق طبيعية بيتكلم وإنشاء يتكلم. الفاهم يلمس يا الله، الفاهم يلمس يا الله، والجاهل يحسبها الغاز. الله بيتكلم ليا وليك، الله بيكلم كل الناس بصوت وصورة من حواليك، قل له يعطيك قلب حساس. الله بيقول لكن قلبي محتاج يتعلم كيف يسمع، تنتفي أنوار الأرضية وارفع عيني عليه وطلع. الله بيقول لكن قلبي محتاج يتعلم كيف يسمع، تنتفي أنوار الأرضية وارفع عيني عليه وأطلع. أسمع صوته وأشبع منه، أسمع صوته وأشبع منه، مكتوب نوره فيا هيسطع. الله بيتكلم ليا وليك، الله بيكلم كل الناس بصوت وصورة من حواليك، قل له يعطيك قلب حساس. الله بيتكلم ليا وليك، الله بيكلم كل الناس بصوت وصورة من حواليك، قل له يعطيك قلب حساس. كلنا واثقين ان لما شعب المسيح يصلي تتغير كل الأحوال، حتى لو قلبنا كان قاسي بيغيره، مش هقول بيغيره، ده بيخلقه من أول وجديد، لأن مفيش حاجة صعبة على ربنا، صح؟ بيفك الأسوار والقيود ويحطم كل حاجة واقفة قدامنا وفي سكتنا. الترنيمة اللي جاية بتقول لما يصلي شعبك تتزعزع المكان ويتزلزل سدود وتتفك قيود، وكل حاجة صعبة في حياتنا حتى لو كانت من وجهة نظرنا مستحيلة، مفيش حاجة مستحيلة عن يسوع. آمين. يصلي شعبك يتزعزع المكان، يلمس مجد حضورك
وقوتك تبان. لما يصلي شعبك تزعزع المكان، يلمس مجد حضورك وقوتك تبان. تتزلزل سدود وتتفك الغيوم، تغير الأحوال لما فيش عندك حدود. إلهنا الرب قادر وما فيش عنده عسير، الكل لصوته خاضع ونوره يشوف الضريب. إلهنا الرب قادر وما فيش عنده عسير، الكل لصوته خاضع ونوره يشوف الضريب. لما قلوبنا تخضع في حضرة القدوس، نتملي بكلامه تتحرر النفوس. لما قلوبنا تخضع في حضرة القدوس، نتملي بكلامه تتحرر النفوس. يغفر للضعيف ويطيب الجريح، يمدد الأحزان بأغاني وتسابيح. إلهنا الرب قادر وما فيش عنده عسير، الكل لصوته خاضع ونوره يشوف الطريق. إلهنا الرب قادر وما فيش عنده عسير، الكل لصوته خاضع ونوره يشوف الطريق. صوته خاضع ونوره يشوف الطريق. إلهنا الرب قادر وما فيش عنده عسير، الكل صوته خاضع ونوره يشوف الطريق. يوحنا 15 عدد 11 بيقول: قلت لهم هذا ليكون فيكم فرحي ويكون فرحكم كامل مش ناقص. وفرحي أنا حطيته جواكم، مش فرح الدنيا ولا فرح حد عرفه، فرحي أنا حطيته في قلبكم عشان تكون الفرح كامل. مفيش حاجة ناقصة، هو ما شافش إن في حاجة ناقصة في حياتنا أصلا. هو عمل كل شيء وراء أن كل شيء حسن، عمل كل شيء جميل، كل شيء رائع، حتى الفرح اللي في قلبه حطه لنا، فإحنا لازم نعيشه. ما يبقاش فرحنا حسب ظروفنا، صعب جدا، صعب ان فرحنا يبقى عالي للسماء ولما الظروف تبقى ضدنا يروح فرحنا نازل في الارض. ده مش فرح اللي يسوع حطه في قلوبنا. فرحنا دايما ثابت فوق، فوق كل الظروف. والظروف دي مش بتاعتنا، دي بتاعته. هو يقدر يغيرها بمشيئته، بس فرحنا يفضل ثابت وكامل والى الابد، ما بتغيرش بحسب الظروف. نقف مع بعض نقول هللويا الرب صالح، هللويا الرب صالح إلى الأبد رحمته. أمين. الرب صالح، هاليلويا الرب صالح، هاليلويا الرب صالح إلى الأبد رحمته. لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة ملأ فوزا. هاليلويا الرب صالح، هاليلويا الرب صالح، هاليلويا الرب صالح إلى الأبد رحمته. أخرجنا من الظلمات وظلال الماء، وقطع كل قيودنا قد قطعها. هاليلويا الرب صالح، هاليلويا الرب صالح، هاليلويا.
وتعالى معاي الفرحة. قلبي هيغني للقديم دايماً أشوف الخير في ظروف حتى الصعبة. قلبي يا نفسي للقديم وعلم إيماني شايف إلهي للسلطان للسلطان في من أماني من الإيمان بالإيمان بالإيمان أنا أفرح وأهتف وأتكلم مستحق مستحق كل المجد والكرامة والعزة والسجود والتسبيح. مستحق أيها الرب أن تسجد لك كل ركبة ممن في السماء وممن على الأرض ومن تحت الأرض. خلونا نسبح بالكلمات اللي جاية ديت. بتقول تسبيحك يملى الكون أناشيد تعلى وهتاف، وعدك صادق مضمون مسلوب يرجع ضعاف. تعالوا نكون بنقدم ذبيحة تسبيح للرب، نكون بنرفعه ونقدم له كل الشكر عن كل مراحمه في حياتنا، عن كل وقت وكل لحظة بيكون فيها حاضر في حياتك وبتحس بإيديه وهو بتلمسك. تعالوا مع بعض نسبح ربنا. شد على وداك وعدك صادق مضمون مسلوب يرجع ضعاف. تسبيحك يملى الكون أنا شد على وداك وعدك صادق مضمون مسلوب يرجع ضعاف. أفرح ده معاك هتدوم وفي قلب النار عبري وعدك هنشوفه اليوم بيعوض السنين. أفرح ده معاك هتدوم وفي قلب النار عبري وعدك هنشوفه اليوم بيعوض السنين. تسبيحك يملى الكون أنا شدت على وداك وعدك صادق مضمون مثله بيرجع ضعاف. تسبيحك يملى الكون أنا شدت على وداك وعدك صادق مضمون مثله بيرجع ضعاف. وحدك عندنا بيحارب في الصعب وفي الأزمات عندك شفاء وعجائب وإيديك تصنع. وحدك عندنا بيحارب في الصعب وفي الأزمات عندك شفاء وعجائب وإيديك تصنع. تسبيحك يملى الكون أنا شدت على وداك وعدك صادق مضمون مسلوب يرجع ضعاف. تسبيحك يملى الكون أنا شدت على وداك وعدك صادق مضمون مسلوب يرجع ضعاف. الريح لو صعب عليك فيها سلطان تسود راح تيجي الفجر كتير وتحطى بالقيود. الريح لو صعب عليك فيها سلطان تسود راح تيجي الفجر كتير وتحطى بالقيود. تسبيحك يملى الكون أنا شدت على وداك وعدك صادق مضمون مسلوب يرجع ضعاف. تسبيحك يملى الكون أنا شدت على وداك وعدك صادق مضمون مسلوب يرجع ضعاف. عايش بعلن بين الناس إن الدم اللي فداني ثمين سر خلاصي وفيه
تقديسي ورسم دخول المفدين. عايش بعلن بين الناس ان الدم اللي فداني سليم، سر خلاصي وبتقديسي ورسم دخول. انت هدف اهداف العمر، ان انت هدف اهداف العمر اللي انا بحيا علشان ارضيك. ان انت حبيب احداد القلب اللي انت ملكته اصبح ليك. ان انت هدف اهداف العمر اللي انا بحيا علشان ارضيك. ان انت حبيب احداد القلب اللي انت ملكته أصبح لي. عايش بعلن بين الناس إن الدم اللي فداني ثمين، سر خلاصي وبتقديسي ورسم دخول المجدين. ياللي شفيت النفس بجرحك لما سفكت دم هناك، والخشب حمل جفاني واصبح لي مكان في سماك. اللي شفيت النفس الجرحى لما سفكت دم هناك، والخشب حملت اثامي واصبح لي مكان في سماك. عايش بعلن بين الناس ان الدم اللي فداني ثمين، سر خلاصي وبتقديسي ورسم دخول المجدين. لما انظر لصليبك ترفض فعني امجاد الكون، واحسب عارك هو غناي وربح سماوي فيك مضمون. لما انظر لصليبك ترخص فعني امجاد الكون، واحسب عارك هو غناي وربح سماوي فيك مضمون. عايش بعلن بين الناس ان الدم اللي فداني سمين، سر خلاصي وبتقديسي ورسم دخول المجدين. قلبي سميته بحبك ليا واحلاها العبودية معاك، دي الحرية ودي الابدية وفرح المجد يتم هناك. قلبي سميته بحبك ليا واحلاها العبودية معاك، دي الحرية ودي الابدية وفرح المجد يتم هناك. عايش معي بين الناس ان الدم اللي فداني ثمين، سر خلاصي وبتقديسي ورسم دخول. قول له تاني عايش بعلن بين الناس، عايزين نعلنها كلنا مع بعض. عايش بعلن بين الناس ان الدم اللي فداني ثمين، سر خلاصي وبتقديسي ورسم دخول المجدين. امين، مجدا للرب. تعالوا ندي تحية للرب، أكبر تحية للرب. أمين أمين، هو حاضر في الوسط دلوقتي وفرحان بتعبداتنا. أمين. عايش بعلن بين الناس إن الدم اللي فداني ثمين. أعلن أعلن مجد وفرح وسجود في حياتك. أعلن الكلمات اللي جاية دي، بتقول له يا محلى تسبيح إنسان سابح لله في مرآة شايف واخد رايح لله. أنت يا رب اللي جبلتني، أنت يا رب أنا كنت تراب لولا نفخة من روحك. اعلن الاعلان اللي جاي ده معايا، تعالوا نسبح الكلمه اللي جايه ونقول يا محلى تسبيح انسان سبح لله. امين. تعالوا نور انا حي بيك.
أنا حي بيك يا شمس الحياة، بتكون من تراب روحي في الإله. أنا حي بيك يا شمس الحياة، بتكون من تراب روحي في الإله. يا أنصار سكنتي فيا روشي بيشدني من الأرض للسماء. يا من صنعتني وسكنتي فيا روشي بيشدني من الأرض للسماء. ويا محلى تسبح إنسان سابح لله في برئة شايف واحد رايح لله. يا محلى تسبح إنسان سابح لله في برئة شايف واحد رايح لله. شي جوا بيزيد ويفيد ويقول الله يا الله يا الله. شهيطي وزفيري مرهون بنخمتك، وتكويني ومصيري موجود بكلمتك. شهيطي وزفيري مرهون بنخمتك، وتكويني ومصيري موجود بكلمتك. قولي أنا بحبك ألاقيني كل عندك، أما ترجعني ليا أرجع واشتغلي قربك. قولي أنا بحبك ألاقيني كل عندك، أما ترجعني ليا أرجع واشتغلي قربك. يا محلى تسبح إنسان سابح لله في مرآة شايف واحد رايح لله. يا محلى تسبح إنسان سابح لله في مرآة شايف واحد رايح لله. شي جوا بيزيد ويفيد ويقول الله يا الله يا الله. في الحضرة اسألني فيني ألاقيني في اتجاه وجهك وألاقي عيني مفتوحة بالصلاة. في الحضرة اسألني فيني ألاقيني في اتجاه وجهك وألاقي عيني مفتوحة بالصلاة. مطرح ما القلب ساكن بسكن على رجاء، تتغير الأماكن والبس سكن السماء. مطرح ما القلب ساكن بسكن على رجاء، تتغير الأماكن والبس سكن السماء. يا محلى تسبح إنسان سابح لله في مرآة شايف واحد رايح لله. يا محلى شايف واحد رايح لله. شي جوا بيزيد ويفيد ويقول الله يا الله. ويسافر بيا نورك، ويسافر بيا نورك، وادف الرحلة شي من الحق في حضورك يشبعني في الطريق. ويسافر بيا نورك وادف الرحلة شي من الحق في حضورك يشبعني في الطريق. وهم وانا بغني في دوائر من ضياء، يرقص قلبي وكأني طفل في ايدين بابا. وهم وانا بغني في دوائر من ضياء، يرقص قلبي وكأني طفل في ايدين بابا. يا محلى تسبح إنسان سابح لله في مرآة شايف واحد رايح لله. يا محلى تسبح إنسان سابح لله في مرآة شايف واحد رايح لله. شي جوا بيزيد ويفيد ويقول الله يا الله يا الله يا الله يا الله. حبك عملني كان بيعيش عالحب فيه، ويتدفى المهابة ويروح بمخافة ليه. حبك عملني كان بيعيش عالحب فيه، ويتدفى المهابة ويروح بمخافة ليه. كمراتك تحمي قلبي من عابد من هيمون، لما يريدك ويقبل يلوم الحب السكون. جمراتك تحمي قلبي العابد من هيمون، لما يريدك ويقبل يلوم الحب السكون. يا
تسبح انسان سابح لله في مرآب شايف واحد رايح لله يا محلاه تسبح انسان سابح لله في مرآب شايف واحد رايح لله شيء جواه بيزيد ويفيد ويقول الله يا الله يا مستحق مستحق ان احنا نقدم له كل التسبيح والمجد لان هو ساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت. عايزين النهارده نكون بنسكن في ستر العلي لان هو العلي هو الرب القادر على كل شيء. مجدا ليك يا رب النهارده. خلينا نرفع كلمات اللي جايه ونقول له الرب قد ملك فلنفرح به. هو مستحق ان احنا نفرح به. كل واحد لما بيلاقي امانه في حد معين بيفضل واقف جنبه. احنا امنا في ستر العلي هنبيت في ظل القدير. عايزين النهارده نرفع له تسبيح والمجد لان هو الملك الوحيد. امين. الرب قد ملك فلنفرح به لانه الرب تكلم بنور تلاشى الظلام لأنه الرب من مثله يملك إلى الأبد لأنه الرب أدعو باسمه فبقوة يأتي لأنه الرب أرسل قوتك يا ربنا أرسل قوتك يا ربنا الآن في قوة لاسم يسوع اجدوا وانشدوا دعوا الملائكة له تكسو وتسجدوا دعوا الملائكة له تكسو وتسجد هاتوا له التاج الذي هاتوا له التاج الذي جل عادل مثلي وتوجه وحده ربا على الكل وتوج يسوع وحده ربا على الكل أمامه تيجانكم ألقوا بلا مهل وتوجه وحده ربا على الكل وتوج يسوع وحده ربا على الكل ليت لنا مع معشر القدس اشتراكا وعند أقدام المسيح تكسو بالاحترام وعند أقدام المسيح تكسو نرنم الترنيمة القديمة الأفضل نرنم الترنيمة القديمة الأصل ونفتري تتويج يسوع ربا على الكل ونفتري تتويج يسوع ربا على الكل القلب كان قاسي وفضلت أنا قاسي ولما فاض كاسي بديت أعيش
وياك بديت أعيش وياك. تعالوا نقف مع بعض ونقول وحدك يا يسوع ومستحق التسبيح. وليس سواك أحبك يا يسوع ولا حد وياك ولا حد وياك. أنت أنت اللي فادتني في همومي وعزتني. أنت اللي فادتني في همومي وعزتني. وأنت وحدة شفيتني وبنظرة صرت معاك. والنظرة صرت معاك وحدك يا يسوع. وليس سواك أحبك يا يسوع ولا حدش وياك ولا حدش وياك. مسحت للموعي ضمت لجروحي. مسحت للموعي ضمت لجروحي. حياتي وروحي سبحا في أعلى سماء. سبحا في أعلى سماء. وحدك يا يسوع وليس سواك. أحبك يا يسوع ولا حدش وياك ولا حدش وياك. من الكسرة للنصرة وزالة الحصرة. من الكسرة للحصرة وزالة الحصرة. وسعدت أنا بالحضرة لما قابلت معاك. لما قابلت معاك وحدك يا يسوع وليس مفيش غيرك. يسوع يشبع القلوب. أحبك يا يسوع ولا حد وياك ولا حد وياك. دي نعمة غنية أعددتها ليا. دي نعمة غنية أعددتها ليا. أعطيتها لهدية لما مشيت وياك. لما مشيت وياك وحدك يا يسوع. وحدك يا يسوع وليس سواك. أحبك يا يسوع ولا حدش وياك ولا حدش مرة وياك. وحدك يا يسوع وليس سواك. أحبك يا يسوع ولا حدش وياك ولا حدش. مرة تانية وحدك يا يسوع. وحدك يا يسوع وليس سواك. مفيش غيره هو اللي يشبع القلب. اديله المجد يسوع. يسوع ولا حدش وياك ولا حدش وياك. امين امين. مجدا لاسم الرب. امين. تفضلوا. شكرا للرب.
الرب هو الحاضر في وسطينا. الرب يستحق كل المجد. أشكر الرب أنه عندنا هذا الامتياز أن احنا نكون أولاد هذا الإله العظيم. كل مرة تشكر الرب أنه موجود في هذا المكان، لأنه ده وعده: ها أنا معكم كل الأيام وإلى منتهى الأجيال. خلونا نرفع قلبنا للصلاة قبل الكلمة. كم أشكرك أبونا السماوي أنك ما زلت تعلن للنفوس كل يوم أنك هذا الإله المحب، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابن الوحيد. كم أشكرك إن هذه المحبة كل يوم لا تنتهي، كل يوم أنت تخاطب النفوس، كل يوم أنت تعلن إن مراحمه جديدة كل صباح. كم أشكرك لأنه هذا الحب مكتوب عنه كده إن محبة أبدية أحببتك، لذلك أدمت لك الرحمة. كم أشكرك لأننا هذا الإله الحي اللي مكتوب عنه إن أنت هو أمسا واليوم وإلى الأبد، هذا الإله الحي. كم أشكرك لأنك كل مرة تقف على باب النفوس وقلت: ها أنا واقف على الباب أقرع، إن سمع أحد صوتي. إحنا محتاجين النهاردة رب إنك تفتح قلوبنا. كلم كل نفس يا رب بالروح القدس، ارسل هذه المسحة التي تغمر النفوس، لأن ده وعدك وأنا أطالبك بهذا الوعد. نأسكب روحي على كل بشر. أبونا السماوي أطلب منك الليلة، هذه ليلة خاصة لأجل مجدك في هذا المكان، اسكب من روحك على كل نفس، افتح قلب كل نفس، أعطي قوة روحية لكل نفس منكسرة، فتح عيون النفوس التي تشتهي اليوم أن تراك، النفوس المتألمة، افتح عيوننا أن ترى شخصك اليوم، جدد في القلوب، أعطي رؤية جديدة، ارسل حرارة في قلب كل نفس، أعطي إيمانا قويا. أبونا السماوي كم أشكرك لأجل حضورك في هذا المكان. سألك اليوم تهيئ الأرض التي تسمع هذه الكلمة، أن كلمتك مكتوب عنها لا ترد ولا تعود فارغة. أشكرك لأنه كلمتك حية. هيئ القلب وارسل هذه المسحة، وارسل مسحة لابنك المتكلم. نريد أن نسمع منك كلمة حياة. لك كل المجد، آمين. ناخد قراية بسرعة من سفر الرؤيا. أنا هاخد آية واحدة بس، إصحاح 19 والآية 9. وقال: اكتب طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الحمل، إلى عشاء وليمة، والمجد لله دائما أبديا أمين. اكتب طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الحمل. أنا بتعزى، بيفرحني أن الرب ما زال يرسل الدعوة للنفوس. في الدعوات الأرضية لما حد يدعيك دعوة الفرح ولا العرس، يرسل لك الدعوة مرة ويقول إيه؟ إذا ما جاش خلاص هو حر، أنا بعت له خلاص وانتهت القصة. لكن أنا بشكر الرب لأنه كل مرة بتيجي تسمع فيها كلمة الرب بيبعت لك الدعوة، ما بيزهقش، ما يملش. أنا فرحان اللي لينا الدعوة. اكتب طوبة، دع
انت عندك امتياز ان تكون مدعو الى عشاء عرس الحمل. رب يسوع له كل المجد. مكتوب في انجيل القديس متى كده ان يشبه ملكوت السماوات انسانا صنع عرسا لابنه. وبيقول الكتاب ارسل عبيده ليدعو المدعوين الى العرس، قال لهم تعالوا الى العرس. النهارده كده دعوه لكل نفس تفكر في الحياه الابديه ان ليك دعوه. بس النهارده خدت وعد من الرب ان انا اقول يا رب انا مش هقول النهارده غير الحقيقي، مش هقول كده كلام علشان يريح النفوس، لكن هقول الكلام الحقيقي اللي بيحصل الواقعي. قال لي انا بدعو النفوس كل مره بتيجي يبعت لك دعوه للعرس، بس خد بالك بس في طريق لازم تاخده عشان توصل للعرس. هنا المشكلة. قول كده في أشعياء وهناك سكة وطريق يقال لها الطريق المقدسة. اللي عايز يروح، تعودت دايما أبتدي الكلمة بتاعتي وأقول المقدمة وبعدين في الآخر أقول الخاتمة، تكون حاجة يعني مفرحة كده. النهاردة أبتدي بالخاتمة قبل الكلمة. أنا قبل ما أدخل في الكلمة هقولك الخاتمة إيه. حبائي الخاتمة بتاعت الدعوة دي، بس خد بالك ان هيكون في طريق، بس انا هقولك الخاتمة عشان اطمنك في الاول. هتوصل في النهاية، تمشي في الطريق. الدعوة دي عشان تروح المدينة المقدسة، وفي نهاية الطريق هتلاقي باب كبير كبير قوي مكتوب العنوان بتاعه عليه كده المدينة المقدسة. بس احبائي كل واحد ما يقدرش يدخل العرس ده ويدخل المدينة المقدسة دي غير ان عليه ثياب العرس. في الحفلات الارضية، بعض الحفلات يعني، ان يقول لك ما تقدرش تدخل الحفلة غير بنوع من الملابس، يقول لك الملابس الرسمية، يعني تلبس ملابس معينة عشان تقدر تدخل الحفلة. احنا كده، بس شكرا للرب ان وفر لي الملابس، البسني ثياب الخلاص، هو عطاني الثياب دي. بس قال لي خد بالك حافظ على الثياب دي، لان مش هتقدر تدخل المدينة المقدسة دي غير بالثياب دي. والحسن اجي واقول لك يا صاحب ليس ايه عليك ايه ثياب العرس، يقول الكتاب انه ما عرفش يرد. وفي النهاية هتلاقي المدينة المقدسة دي عليها يافطة عريضة جدا وكبيرة جدا، مكتوب عليها اسماء، مكتوب على سفر الحياة كده عنوان يافطة كده سفر الحياة، مكتوب فيها اسماء كل الناس اللي مشوا في السكة دي وقالوا نجحوا ان هم يوصلوا للمدينة المقدسة. وانت من بعيد هتشوف الباب بتاع المدينة المقدسة ده طلع منه نور عجيب جدا. والغريبة جدا ان المدينة دي لا فيها لا شمس ولا قمر، بس طلع فيها نور عجيب، هو نور مجد الله. لانه بيقول عنه الكتاب كده في سفر الرؤيا هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو ايه هيسكن معهم. المجد ده نور الله، في الشمس ولا قمر. ومكتوب عليها ان كل اللي هيدخلوا في المدينة دي، بيقول كده كتاب سفر الرؤيا انه سيمسح الله كل دمعة من عيونهم. خلاص بقى مش هيكون فيه هناك لا دموع ولا بكاء ولا حزن ولا صراخ ولا ألم ولا مرض، وكل حاجة هتبقى جديدة وهتبقى انسان جديد. لانه قالها انا اصنع في المدينة دي كل حاجة هتبقى جديدة، ما لم تره عين ولم تسمع به اذن ولم يخطر على قلب بشر. دي المدينة المقدسة. بس انا هدخل بقى في الموضوع. عشان تروح المدينة المقدسة دي في الواقع، يعني عشان اكون صادق معك، في طريق لازم تسلكه. هو ده بقى كلام الجد. الطريق ده انا سميته النهاردة عشان توصل للسكة دي اسمه طريق البرية، عشان تروح للمدينة المقدسة.
الواقع ان كل العالم اللي احنا بنعيشه ده، الارض دي كلها هي دي البرية. احبائي البرية مقصود منها ان فيها جفاف، دي الحقيقة. الارض فيها معاناة، كل الخليقة تئن وتتمخط، بس كل اللي مروا بالبرية ونجحوا وصلوا ارض كنعان، نجحوا وصلوا. صحيح البرية فيها تعب، عند المساء يبيت البكاء، ادي البرية. بس اللي هيوصل عند باب المدينة المقدسة وفي الصباح ايه؟ ترنم، هيبقى فيه ترنم. احبائي وانا بقول ده من محبة ربنا، يمكن في شرط فيها، وانت ماشي في السكة في العالم هيسمح لإبليس انه يغربل النفوس. طب ليه يا رب؟ ايوه انا عايزه يغربلك عشان يظهر حقيقة حبك، عشان تعرف ذاتك، عشان تكتشف حقيقة تمسكك بالمدينة السماوية، لان ملكوت السماوات ده يخصب والغاصبون بيختطفوه بقوة. نعم، عشان تعرف قيمة اللقاء في يوم من الايام هتروح مع يسوع، مع الله، هيكون لي شركة معاه، عشان تعرف قيمة الحب ده وقيمة انك تكون مع الله. اثناء البرية دي وانت ماشي هتتغربل. هو ذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم. هتسقط الاقنعة بقى اللي انت بتتظاهر بيه. ما انا هحكي لك يعني ايه غربلة، بس انا يعني بدخلك في الموضوع. يعني اثناء البرية لما يسمح لابليس انه يجرمك هتسقط الاقنعة، وهتبان حقيقة ذاتك وانت ماشي في السكة. يسمح الله بكده؟ ما بيقول كده عن حزقية الملك، تركه الله ليجربه ليعلم كل ما في قلبه. يعني هو الله مش عارف اللي في قلب حزقية الملك، ما هو عارف، بس عايز يكشف الحقيقة دي لحزقية الملك نفسه. وفي النهاية لما توصل كل واحد حسب ما نجح أثناء ما الشيطان بيغربله، أثناء التجربة كل واحد بقى يكون ليه مكانة معينة. التقدير اللي انت هتاخده عقبال ما توصل هيبقى مكانك فين في السماء. واحد هياخد تقدير مقبول عقبال ما يوصل كويس، واحد تاني هياخد تقدير جيد كويس، واحد تاني هياخد تقدير جيد جدا. في واحد يقول اسعى اني اكسب الجائزة الاولى، قديس بولس يقول كده، انا عايز اخد ممتاز مع مرتبة الشرف، عشان عايز ابقى مش اشوف الرب من بعيد، ده انا عايز ابقى قريب من الرب يسوع له كل المجد، عايز اقعد على المائدة في حضن الرب مش قاعد جنبه بعيد. ما هي كده، كل واحد حسب ما انت تحقق اثناء البرية. ما هو مكتوب كده سفر الرؤيا، ومن يغلب سأعطيه ايه؟ ان يجلس معي فين؟ خد بالك، في عرشي. ده اللي يغلب بقى، اللي انتصر ده يقعد معاه في عرشه. ايوه، طيب كلام عظيم جدا. نبتدي بقى الجد، هنبتدي طريق البرية. طريق البرية انا قلت لك العالم نفسه، هي العالم كلها هي دي، انا وانت كلنا بنمر بده. وهقول لك الحقيقة، اول ما تبتدي تدخل في الطريق، الطريق ده اللي بيوصل في النهاية قلنا ايه في الاول؟ للمدينة المقدسة. طيب اول ما تبتدي الطريق لحظة صمت هدوء، مفيش حاجة، لحظة صمت. فاكرين كلنا قبل ما يوسف يروح في القصر مر بالبرية، صح؟ وكل برية وفيها بئر، وكل بئر هو لحظة صمت. كل مرحلة في حياتك فيها مرحلة البئر ده، لحظة صمت. ما انا قلت لك اول ما هتبتدي السكة لحظة صمت. يعني ايه كل برية وفيها بئر؟ يعني لحظة حرمان من الامتيازات. ممكن يكون عندك امتيازات ولكن مع الوقت حاسس انك اتحرمت من الامتيازات.
ممكن تكون لحظة حرمان من حب الناس، حاسس ان في لحظة ان مفيش حب حواليك، ان الناس بتشوكك، ان اقرب الناس اليك مش بيحبوك، ان مكانك وانت في البيت حاسس ان مفيش حنان، لحظة حرمان من ان الناس تفهمك، لحظة احساس بالالم لان محدش حاسس بيك، اما لحظة بئر. يعني ايه كل برية فيها بئر؟ يعني لحظة عدم استجابة. بتصلي، انا بقول لك الحقيقة ده اول السكة، يعني مفيش استجابة، انا بصلي مفيش استجابة. وهقول لك حاجة كمان، البئر دي لحظة ان في وقت من الاوقات حاسس ان انا مش متعزي، حاسس ان انا اباجي واصلي وبحضر القداس وبرنم بس حاسس ان انا مش متعزي، مشاكل مع المقربين مني، مع اقرب الناس الي، حاسس ان انا في مشاكل مش متعزي، مظلوم، ما مش واخد حقي. جفاف، انا قلت لك كل برية، احنا بدينا السكة اهو، اول ما هتبتدي لحظة جفاف، وقت معاناة. في الوقت ده هيتهيألك ان الله في الحقيقة، عشان اكون برضو صادق معاك، يتهيألك يعني ان الله بيعمل، مش عايز اقول بقى ببطء شديد، ده الله صامت ما بيتكلمش. في يوم من الايام قال له ايوب كده، ما ايوب مر وهو قبل ما يروح المدينة السماوية مر بده برضو، قال له ايه الحكاية؟ ها انا ذا اذهب شرقا فليس هو هناك، مش بس كده كمان، طب اروح غربا فلا اشعر به، اتعطف او اميل على الجنوب، مش هو، مش شايفه فلا اراه، يعني لا شايفك لا شرق ولا غرب. لحظة صمت. كان يقول له كده في سفر المزامير، ايه الحكاية؟ اللهم لا تصمت. انت ساكت ليه يا رب؟ اكون صادق معك اكتر شوية. يبدو اول ما تبتدي سكة البرية دي وكأن الله يناقض نفسه، حقيقي في حياة كل انسان كده، الله يا رب ما انت بتقول كده، ليه سيبني وسط الظروف الصعبة؟ ما انا اقول لك ادي احنا بدينا بقى، ادي احنا بدينا نمشي في الطريق اهو، هتبتدي زي ما قلت لك بلحظة صمت. يسوع وهو على الصليب، رؤساء الكهنة، ما هو مر بالبئر دي، رؤساء الكهنة قالوا انت مش بتقول ان ليك اله وإلهك عظيم، طب احنا عايزين نشوف. لحظة صمت، برية، بئر، قد اتكل، ده الرؤساء الكهنة بيقولوا كده، قد اتكل على الله فلينقذه الآن. مش انت بتقول ان عندك ايمان؟ طب ورينا، خلى الله يشتغل معاك. اول السكة بتاعت البرية صمت، مش تسمع حاجة. فاكرين لما المرأة الكنعانية، قصة معروفة جدا، طلبت شفاء ابنتها، ايه اللي حصل؟ اول ما قالت له يا رب اشفي لي بنتي، قال لها في الحال تشفى بنتك تكن مشفية. قال لها كده؟ لا ما قالهاش كده. ما انا بقول لك اصل دي بدأت السكة البرية. اسمع بيقول ايه الكتاب؟ ولم يجبها ايه؟ بكلمة. ده ما ردش عليها خالص. ايه يا رب؟ ايه الحكاية؟ انت بتشتغلش ولا ايه؟ ايوه انا بقول لك ابتدينا بدينا الجد، بدينا الجد. هو الله مش بيعمل ولا ايه؟ يعني الوقت ده الله مش بيعمل فيه، ده بيعمل باقصى قوة. اللي ركب منكم يعني في وقت من الاوقات الطائرة، لما تيجي بعد ما الطائرة تحلق في الجو وترتفع يعني لارتفاعات كبيرة، لما يجي يبص من نافذة الطائرة يتهيالوا ان الطائرة ما بتتحركش خالص، لما تبص كده من النافذة تبص لك الطائرة ما بتتحركش خالص، في حين ان الطيارة في الوقت ده بتكون بتتحرك باقصى سرعة عشان توصل للهدف. فانت مرات تبص لله وتقول له انت ايه الوقت ده مش بتشتغل؟ هو بيشتغل، وهتشوف دلوقتي انت بتهيألك، بس كل ده بيشتغل انت مش شايف عشان عايز يوصلك للهدف. طيب كويس، بديت السكة، بعد كده بقى يحصل ايه؟ اسئلة الايمان. من حقك، من حقك في الوقت ده تقول اللي انت عايزه. مرات ناس تقول لك اوعى تقول كده، لحسن لو قلت كده الناس تقول عليك انت مش مؤمن، فتعمل ايه؟
تبين بقى ان انت مؤمن بس اللي جواك غير كده، بس انت عايز تبين انك انت مؤمن. بص يا رب انا بشكرك يا رب على كل حال. بص يا رب اصل كل الامور تعمل معا للخير، بس انت جواك مش كده، انت عمال تعزي نفسك. الله يكره النفاق. الله ما يحبش كده. اخبر الله بما تشعر به، كلمه. اذا كنت اخبر الله عن غضبك، غضبان اخبر الله يا رب انا غاضب. الرب مش هيزعل، بس يزعل منك لو تنافق. اخبر الله عن حزنك، اخبر الله عن حيرتك. قول يا رب انا محتار في الموضوع ده، قول يا رب انا حاسس ان جوايا شك. قلت لك مره تاني الله يكره النفاق. في يوم من الايام داود عنده علاقه قويه بالرب، بس من حقك انك تسال لماذا تختفي. قال له كده في ازمنه الضيق، ومجدعون مره قال له اذا كان الله معنا فلماذا اصابتنا كل هذه، وفين عجائبه التي اخبرنا بها اباؤنا الاولين. من حقك تقول، وكل الحاجات اللي اتكتبت في الكتاب المقدس والتساؤلات كلها كتبت علشان انت كمان تستخدمها وتعبر بيها عن شعورك اللي جواك. وعايز اقول لك الحقيقه بقى يا رب، انا مرات كمان وانا ماشي ومش عاجبني الحال انا عايز ابقى زي توما. حقك قول زي ما انت عايز. توما كده بيقول كده، ان لم ابصر في يديه اثر المسامير واضع يدي في جنبه لا اؤمن. انا عايز المسك. قول كده، قول للرب كده. مين قال لك ان ده عدم ايمان؟ دي اسئله الايمان. دي الحقيقه، دي الحقيقه. بس عايز اكون صادق معاك، قول بقى اللي انت عايزه. تاخد وقت الامور في الحياه الارضيه. لما واحد يكون عنده قضيه احيانا يقول لك على الارض، يعني يقول لك العدل بطيء جدا. يعني فين لما تتحل القضية؟ أنا أقولك حاجة كمان أغرب شوية، الله لما يمسك قضية برضه حباله طويلة أوي، بس بص للنهاية هي اللي بتطول. علمونا في العظات يعني، يقولك بص عايز الأمر بتاعك يتحل؟ قال له أيوه طبعا. قال له بص في حاجة اسمها تليفون السماء. يعني إيه تليفون السماء؟ اقرأ المزمور ده، افتح الكتاب قوله، بعد ساعة يتحل الموضوع، تليفون السماء يرد عليك بسرعة. اقرأ الآية دي، بكرة انتهت المشكلة. تليفون السماء ده بسرعة ديليفري، يعني اتصل بسرعة تجيني. هو بيعملوا كده. واحد يقول لي ما أنا عملت كده بس مشكلتي ما اتحلتش. مش أنتوا بتقولوا بيحل المشاكل بس أنا مشكلتي ما اتحلتش؟ مش أنتوا بتقولوا بيشفي؟ انا شفته صحيح بيشفي بس ما شفانيش انا. ما انت بقى كل ده اللي احنا ماشيين في البريه، كل ده الحقيقي اللي بيحصل. ومرات اجي اقول له لماذا تحجب وجهك عني، ده بيحصل كده. المرنم قال له انا تعبت قوي. كل ده احنا لسه في بدايه الطريق. كل ده انا عايز يوصلك لايه؟ المرنم قال له انا تعبت، صارت لي دموعي خبزا نهارا وليلا، اسقيل لي كل يوم اين الهك. انا بتحارب كل يوم، ابليس يحاربني يقول لي فين الاله ده اللي انت بتروح له وتصلي له، بيعمل ايه معاك؟ انت مش شايف اللي بيحصل معاك؟ احبائي دي الحقيقه، بس خد بالك للنهايه، يعني ما تقفش عند الكلام ده. يعني صارت لي دموعي خبزا نهارا وليلا. اسئله الايمان، ليه انا ما لقيتش وظيفه لحد الوقت؟ طب ليه انا تعبان في الوظيفه بتاعتي يا رب وانت مش لاقيني حل؟ انا اقول لك الحقيقه بقى. طب ليه انا ما اتجوزتش لحد دلوقتي؟ طب ليه الناس بتزداد غنى وانا بزداد فقر؟ طب ليه انا عليا ديون ومش قادر اسددها رغم ان انا انسان كويس وعلاقتي معاك كويسه؟ انت ناسيني ولا يا رب؟ ما انت شايف الظروف، انت ماشي في طريق البريه، كل ده انت ماشي في طريق البريه. ما في يوم من الايام كده يوسف بيحب الرب قوي. ده بيقول الكتاب انه كان ماشي مع الرب وكان رجلا ناجحا كمان. بس حاجة غريبة جدا ان يوسف من الايام كلم الرب. ازاي؟
بيقول الكتاب انه تحدث مع رئيس السقاة لما كان يوسف في السجن. قال له يعني لما تخرج كده ابقى افتكرني يعني عند فرعون. اول ما خرج سريعا اتصل يوسف بتليفون السماء بعت له رئيس السقاة. اول ما خرج رئيس السقاة على طول افتكر يوسف ويوسف طلع من السجن. ما حصلش كده. انا بقول لك الواقع. انا بقول لك الواقع. بيقول الكتاب ايه اسمه؟ فنسيه. نسي مين يعني رئيس السقاة؟ نسي يوسف. نسيه. وانت كمان ممكن كده. بص يا رب انا عمال اكلمك كل يوم كل يوم ليه حط الشخص ده اللي بيضايقني قدامي ده كل يوم بيتعبني. انا تعبت ان انا اشوفه. يا رب ما تشوف لك حل معاه. انا عمال اصلي ويقولك الكتاب فنسيه. وليه هو هو الشخص ده برضو قدامه ده طول الموضوع. ليه شايفنا يا رب انت عارف ان انا مريض وعارف ان انا ظروفي صعبة وتكاليف العلاج كتيرة وانا بتسول ثمن العلاج. ليه سايبني يا رب؟ ليه سايبني يا رب حتى ادمن هذه الخطية؟ ليه سايبني يا رب ان انا افقد اعز الناس ليا؟ اسئلة كتيرة. ليه انا تعبان في حياتي الزوجية؟ اتمنى طبعا الكل يبقى مبسوط. بس في ناس ممكن واحد يكون تعبان وقف قدام الرب وقول له ليه مفيش طلاق؟ العشرة لا تحتمل. انت شايف كل يوم انا عايش في مرار. ليه سايبني اعاني؟ دي حجارة كل يوم يا رب عليا. ليه سايب الحجارة دي؟ ما قال له في يوم الايام ابليس في الحرب بتاعته قال له ان كنت ابن الله فقل لهذه الحجارة ان تصير ايه؟ خبزا. ما تحولها لي بقى يا رب. ما بيحولش. كل ده سمعك وساكت. طيب كل ده مر بيه كلنا. هو بقى سايبك كل دي كل اللي انت بتمر بيه ده دي الدعوة. دي الدعوة. كل اللي انت بتمر بيه ده ما مكتوب في الدعوة عشان يدعيك يسمح لك بكل ده. انا سميته الفقرة اللي جاية دي نداء صاحب العرس. بعد كده بقى هو كلمك كل ده في الدعوة بعت لك الدعوة وكاتب كل اللي بيحصل ده هو عايز يجيبك. في ناس بتختلف حساسيتها لصوت ربنا. في ناس حساسة قوي لصوت ربنا وفي ناس للأسف يعني مهما ربنا يكلمها ومهما تحصل حواليها حاجات ما بيسمعش. عشان كده قال الآن إذا سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. هو الرب عارف كل واحد وبيتعامل معاه ازاي. هو عارف طبعك. عارف ان ده عنيد وعارف ان ده لين وعارف ان ده قاسي القلب وعارف ان ده سهل انك تقنعه وعارف ان ده صعب الاقناع. هو فاهم كل واحد فيعمل ايه؟ يسمح ان يفصل لكل واحد نوع معين من الضغط عشان يقدر يخليك ترجع ليه. يمكن انت ناسي الرب خالص فيسمح ليك بمرض. مش الرب اللي بيجيب المرض بس يسمح لان انت بتفكر عندك صحة وناسي وعندك جبروت وعمال تفتخر حتة فيروس ولا ميكروب صغير ممكن يضيع الدنيا. طيب بعد كده بقى يعمل ايه معاك؟ كل ده احنا ماشيين في سكة البرية. يجي بقى يدخلك ما انت بقى بديت تسمع الصوت اهو. يبتدي بقى ربنا يدخلك بقى لحاجة اسمها حجرة الكشف. لما تروح عند عيادة الطبيب تدخل في حاجة اسمها حجرة الفحص. يبتدي بقى يدخلك كل ده بيحصل في الحياة يدخلك حاجة اسمها حجرة الفحص. عايز اقول لك حاجة الواقع يعني الواقع ان لكل اللي في البرية اللي في العالم يعني هم مرضى. هم مرضى. في ناس عارفة المرض بتاعها. في ناس مش عارفة المرض بتاعها. في ناس بتعرف المرض وتتجاهله. عشان كده يبتدي يدخلك لحجرة الكشف. قال له كده سفر المزامير امتحني وانظر
إن كان فيا طريقا خاطئا. كل واحد عنده حاجة مخبيها. لما تروح للدكتور، تروح للطبيب يعني، وبعدين يجي تدخل يعني حجرة الفحص، فيبتدي يحط ايده عليك، يحط ايده على جسمك يعني، ويحرك ايده، هنا بيوجعك لا، هنا بيوجعك لا، ويجي في حتة ويدوس وتصرخ، يقول لك هو هنا بقى، اهو الرب بيعمل كده. هقول لك بيعمل كده ازاي. ما هو كل مرة لما بتيجي الرب بيحط ايده على حاجة بس انت مش بتسمع. كل واحد مننا، عشان اكون صادق معك، بيحب الرب، بس كل واحد عنده جزء بيحتفظ بيه لنفسه بعيد عن الرب، غير مقبول. كل واحد عنده كده، كل واحد، اي واحد مهما كانت مكانته، كل واحد عنده جزء. زي حنانيا وسفيرة باعوا الحقل، عملوا كل حاجة، باعوا كل حاجة وراحوا حطوها تحت اقدام الرسل، بس اهو بس دي، اهو بس دي اللي ممكن تبقى فيها مشكلة. ولكن عملوا ايه؟ احتفظوا بجزء من ثمن الحقل. اهو جزء صغير يا رب، ايه المشكلة؟ ما انا كله كويس، ما انت شايف يا رب كل حاجة كويسة، بس الجزء ده فوتهولي. قال لي لا ما ينفعش. لو في حتة في قلبك مش للرب، مكتوب كده، احبب الرب الهك من كل ايه؟ قلبك. ما ينفعش بقى حتة وحتة. بص يا رب، احنا كلنا في البرية وكلنا بنحارب، انت مش شايف؟ قال لي لا. انا هثبت لك ان كل الناس دي واللي في المعركة دي، ما انا هدخلك بقى حجرة الفحص اهو، هوري لك لما دخلك حجرة الفحص هحط ايدي وهوري لك ان كل المحاربين دول ساعة الجد هيكتشفوا ايه. ما هو في حرب جدعون مع المديانيين، في الاول كانوا كم محارب؟ 32 الف، مش كده؟ عدد كبير، كله بيحارب، كلهم مش بيحاربوا، شكلهم محاربين. لكن قال له ايه؟ قال له لا، لم يزل الشعب كثيرا، دول منظر، انزل بهم الى الماء فانقيهم. انا هوري لك 32 الف دول رسيوا على كم في الاخر؟ على 300 واحد، هم دول الحقيقيين. يحط ايده ويوريك، يقول لك هنا مرضك. عارف ازاي؟ كنت بتفكر نفسك عندك قوة تحمل، تقول انا قوي، واول ما سمح انك تتعرض لإهانة اكتشفت ان انت ما عندكش قوة تحمل ولا حاجة. كنت بتفكر نفسك عندك وفاء، تقول يا رب انا وفي، ولما جيت اتعرضت الموقف اتضح ان ده ما كانش وفاء ولا حاجة، دي كانت مصلحة، بس انت ما كنتش عارف. انا بحبك يا رب. تحبني ازاي يعني؟ بحبك يعني ازاي يعني؟ بصلي واروح الاجتماعات وبرنم، وكل مرة ما حد يكلمني ادافع عنك واقول للناس احنا عندنا اعظم اله. قال لي لا لا، دي كانت كلام، ان هذا الشعب يكرمني بشفتيه لكن قلبك بعيد. كنت بتفكر نفسك انك انت تقول بقى ان انت يعني بقى انت راجل متواضع، بس اول ما تعرضت لجرح صغير اكتشفت ان انت متكبر. بس الكبرياء ده انت بتضحك على نفسك وبتغطيه بالتواضع. ما انا بقول لك، بتفكر ان عندك ايمان، هو بيحط ايده اهو، واول ما تعرضت الموقف فين ايمانك؟ ايمانك بقي ضعيف. في يوم من الايام قال كده، اشتكى الشيطان على ايوب، هل مجانا يتقي ايوب الله؟ اليس انك سيكت حوله؟ حطه بس كده في حاجه، حط ايدك كده، هو هيصرخ دلوقتي اهو كده، يبتدي يحط ايده ويكشف لك. طيب عظيم خالص، بعد ما كشف لك بقى، خد بالك بقى الكلام المهم، عرفت، ده المفترض انك عرفت يعني، تبتدي بحاجة تدخل لحاجة اسمها بعد احيانا الطبيب بعد ما يعرف نوع المرض بتاعك هيقول لك بقى الحل ايه، تدخل لحاجة اسمها
دخول لحجرة التطهير، حجرة تسميها بالتعبير الشعبي بتاعنا حجرة العمليات. عايز أكون صادق معك شوية، مش بسهولة الإنسان يستجيب لربنا. أحيانا المحن والمواقف المؤلمة هي اللي بتشد انتباهك. عارف مرات الطبيب يقعد يكتب للمريض، يعني يكتب له أدوية، يفضل يكتب له في أدوية وبعدين يقول لك الأدوية مش هتنفع معاك، أنت لازم عملية جراحية. خلاص أهو الرب بيعمل معاك كده، يفضل يكلمك بكل الطرق بكل الطرق، ويبعت لك حد يكلمك، وفي الاجتماعات كلمة ربنا تكلمك، ويعرضك لأحداث تكلمك، مفيش. فيبتدي يقول لك لا، ده أنت محتاج عملية جراحية. يبتدي بقى تحس ما أنت تدخل غرفة العمليات بقى، ما مش نافع. أليست كلماتي يقول كده الرب؟ كنار يقول الرب وكمطرقة تحطم الصخر. يعني أنا وصلت الحتة اسمها بتقول الكلمة تحطم ايه؟ الصخر. يعني أنا وصلت الحتة ما ينفعش فيها غير المطرقة، هي بالتعبير الشعبي يعني المرزبة، قطعة كبيرة كده من الحديد. يعني ايه؟ يبتدي بقى الله يقول كده كتاب، ما بيقول كده المرنم في الاول، فتبتهج عظام. بس قبل ما تبتهج ايه؟ فتبتهج عظام سحقتها، اتسحقت العظام دي. او عايز يعمل معاك كده، يبتدي بقى تحس ان الدنيا تتقفل، يقول لك امر فاهاج ريحا. الرياح دي قايمه بترتيب من الله، تروح هنا تلاقي السكه مقفوله، تروح هنا تلاقي الباب مقفول. هنا بقى مرحلة مهمة جدا في حياة كل إنسان، يبتدي حاجة اسمها محراس الرب في حياتك. حد منكم شاف؟ أكيد كلنا شاف المحراس وهو بيشتغل في التربة. المحراس ده بيبقى عبارة عن شوك تدخل وتقلب التربة من تحت. أصل مرات التربة من فوق بشكلها حلو كويسة، لكن اللي من تحت في العمق مختلف. فالمحراز يروح داخل جايب اللي من تحت فوق واللي من فوق تحت، ويطلع المدفون، ويبتدي تشعر بألم وسكك مسدودة، وتحس ان في مواقف مؤلمة وان في جوع عايزك تصرخ. نعم، ولو كانت الارض اللي بيدخل فيها المحراز تستطيع ان تصرخ لصرخت الارض من الألم. بس هي مش عارفة بيعمل كده ليه. ده بيعمل كده عشان عايز يطلع المدفون. هو عايزك تصرخ. من زمان بتسمع كلمة الرب وانت مش بتصرخ، من زمان بتسمع الرب محراس وكلمة الرب كمطرقة وانت قاعد ولا كأن حاجة، ولا كأن حاجة. تبتدي تسمع اول كلمتين في العظة، وبعدين تسمع اخر كلمتين والباقي كله تسرح وخلصت الكعظة على كده. قول له لا يا رب. المحراس عايزك تصرخ في مرحلة اسمها مرحلة ألم في حياة الإنسان. اوعى تكون من النوع اللي فقد الحساسية. قول يا رب النهاردة اديني ان انا اكون حساس لما يشتغل المحراس واتألم. اذا ما كنتش هتشعر زي برتماوس الاعمى لما اشتغل مع المحراس، حس انه متألم وحس انه اعمى، صرخ قال له يا ابن داود ارحمني. هو عايزك في يوم من الايام توصل لمرحلة كده بعد كل اللي انا حكيته والقلب واللي مريت بيه. عايز يوصلك في ايه في النهاية؟ عايزك تصرخ تقول له يا رب ارحمني من الادانة، انا بدين الناس، ارحمني من المحبة الفاترة اللي جوه حياتي، ارحمني من الخطايا المستترة، ارحمني من المظاهر الكاذبة، ارحمني من الشهوات، ارحمني من الأنانية، ارحمني من الكذب، ارحمني ان حرارة قلبي فترت، ارحمني ان انا فقدت حماسي ناحية الحياة الأبدية. هو كل ده عايز يوصلك انك تصرخ اللهم ارحمني انا الخاطئ، وعايز تبقى جوه قلبك الإحساس انك أسير، وانك عايز من كل قلبك ان الرب يفكك. الحمد لله وصلنا للنهاية. النتيجة بقى، لو انت استجبت للكلام ده كله، اذا استجبت لكل اللي ربنا اظهره ليك، كل مرة لما بتيجي الرب بيظهر ليك حاجة، لو انت استجبت
اوعى تقول لي بقى ايه بيني وبين ربنا كده، لا مفيش حاجه اسمها بينك وبين ربنا. بمقدار ما انت تتنقى، وده الكلام الجد بقى، وغير كده بقى يبقى انت بتضحك على نفسك. بمقدار ما انت تتنقى من كل اللي انا قلته واللي انت سمعته، ومقدار ما انت تستجيب، بمقدار ما تتنقى تنطبع صورته هو عليك. يعني ايه؟ هو كان حب، صح؟ ان شاء الله محبه، هو حب. بمقدار ما انت تحب وتغفر بديت اشوف صورة يسوع فيك. هو كان متواضع، مكتوب عنه كده انه اخلى نفسه اخذا صورة عبد، كسر نفسه. كل ما انت نشوفك الناس كده اتكسرت، مش مزلول يعني، بس عرفت حقيقة نفسك تبان فيك صورة يسوع. يسوع كان بيغفر، كل ما الناس تشوف انك بتغفر بقت فيك صورة يسوع. كل ما تتضع وتنزل لتحت، لانه قال تعلموا مني اني وديع ومتواضع القلب، تنطبع فيك صورة يسوع، هو يسهر فيك. غير كده يبقى احنا بنقول كلام. اذا هتتنقى كل ما تتنقى تظهر صورته فيك، الناس هيبتدوا يشموك فيه. يعني ايه باختصار كده؟ يعني واحد كل مرة بيبقى حاجة جديدة. مش ده كلام الكتاب؟ ان كان احد في المسيح هو ايه؟ خليقة جديدة. ده واحد بيبقى كله جديد في جديد. يعني ايه؟ يعني واحد الناس شايفة يقول لك يا الراجل ده ما كانش كلامه كده، كلامه اتغير، ده كان كلامه زي الحجارة، كلامه بقي ناعم، كلامي بيقول لطيف. ايه اللي حصل؟ ايوه يقول لك اصل انا اتعاملت مع الرب والرب نقاني. الراجل ده كان متكبر وكان يحب السلطة، النهاردة لا. يقول لك اصل الرب شفته انكسر على الصليب وبيه هو اطاع حتى الموت، انطبعت فيها صورة الرب. اصل هو شاف يسوع ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة. يحصل ايه؟ نتغير الى تلك الصورة عينها بالظبط زي ايه؟ نعم، كل ما الناس يشوفوا فيك ده يبقى انت بتتغير. يسوع قبليك مر بطريق البرية اللي انا حكيت لك عنه ده، ناس تركوه، اقرب الناس اليه خانوه، اتألم الام الجسد فظيع، الام فظيعة، اهين، اتشتم، اتضرب، واخيرا اتحط على الصليب. قال له انا مريت بالطريق ده، انطبعت فيه صورة الله. ما قال عنه الكتاب كده انه بهاء مجده ورسم جوهره، يعني عبر انا شفت صورة لما عمل كده، يعني شفت صورة الله في شخص يسوع. ايوه، مش هو قال كده؟ انا اظهرت اسمك للناس. يعني الناس، انت الله محبة، ما كانوش يعرفوك بس شافوا المحبة دي فيا، انا اظهرت اسمك للناس. وانت كمان النهاردة قول للرب غير فكري، غير نظرة عيني للناس، غير قلبي، غير كلامي، خلينا ابقى مختلف. الحمد لله. اذا حصل كده اخيرا وصلت عند باب المدينة. شكرا للرب. عند باب المدينة المقدسة اللي مكتوب عنها ان سيسكن الله مع شعبه. اول ما توصل سامع اصوات فرح وزغاريت وناس فرحانه وناس بتسقف، اصوات عجيبه جدا من الفرح، ما سمعتهاش الفرح ده قبل كده، ده فرح لا ينطق به ومجيد، وناس عماله تزغرت بطريقه عجيبه انا ما سمعتهاش. ايوه، كلهم والملائكه واقفه مستنياني عمالين يهللوا مبسوطين ان هذا الانسان داخل الفرح. خلاص واحد وصل للفرح، وبسمع الرب يسوع يقول له ادخل الى فرح سيدك. شكرا للرب. خلونا ناخد وقت نصلي مع بعض، وادعي ان الرب النهارده يساعدك وانت ماشي في طريق البرية ده. ابونا السماوي، كم اشكرك انك ما زلت ابونا السماوي تدعو النفوس،
كل يوم انت بتقول للمدعوين تعالوا ان كل شيء اعد، كل شيء اعد، اكتب طوبى للمدعوين الى عشاء عرس الحمل. ان انطلقت واعددت مكانا اتي واخذكم. انت ليك مكان في المدينة السماوية، ليك مكان مكتوب عليه اسمك. اللي هيغلب هيجلس معي في عرشي كما انا جلست مع عرش الاب. يا يسوع تعال الان يا رب وجدد الدعوة للنفوس. ادعي النفوس، قول يا رب انت من زمان بتدعيني ان انا اتغير. يعني ايه ادعيك؟ ان كل مره عايز تغيير. قول له يا رب انا طبعي كده، انا مش عارف اتغير. قول له انا حاولت بس انا عرفت ان في حاجه اسمها النهارده قوه ونعمه روح الرب هتعضدني. يا روح الله القدوس قول النهاردة كده للرب، قول له أنا ماشي تعبان في البرية، بس ما تبصش للتعب. التعب ده عشان يكشف أمور كتير، ما يجراش حاجة، مش مشكلة. اتعب اتعب، محدش قال لك هترتاح، اتعب بس اوعى تضيع إكليلك، اوعى تخلي تعبك يضيع إكليلك. ليك إكليل وما ترضاش بأقل من كده، ليك إكليل في السماء. اوعى تخرج زي ما انت، اوعى تتأثر كده عاطفيا وقتيا وخلاص وترجع زي ما انت. قول له رب النهاردة ما اخرجش غير وانت لمست قلبي. ارفع كده ايمانك، ان كان احد في المسيح، اذا كنت حقيقي النهاردة قبل ما تخرج من الكنيسة قول كده هو ذا العتيق قد مضى، الكل صار خليقة جديدة. ارفع عينيك نحو مدينة السماء، في حاجة اسمها مدينة السماء، أورشليم السماوية. اوعى ابليس يضحك عليك ويخليك تضيع وقتك في حرب، حرب مع الناس وحرب مع الفلوس وحرب مع التجارة وحرب بتبني وحرب عمال تكون وحرب حب للمال، حرب حرب مع كلام الناس وحرب مع الجيران وحرب في الوظيفة بتاعتك وحرب في الخدمة. اوعى ابليس يضحك عليك، ده وقت، الوقت الايام مر عليك ابدية مفقودة، الوقت المفقود ابدية مفقودة. كل دقيقة ليها ثمن قدام الرب. مفتدين الوقت، اربح الوقت، حط عينك على مدينة السماء، تحط عينك على مدينة السماء امور كتير. كل اللي شغلك بعد كده خلاص طلعت فوق. تعالى تعالى للرب النهاردة، تعالى للرب. لو مكسور وانت حاسس ان قلبك ضعيف، لو انت حاسس ان ارادتك بتفشل، تعالى النهاردة. لو انت بتسقط وانت ماشي في البرية ما تقلقش، لا تشمتي بي يا عدوتي فاني اذا سقطت اقوم. ما تقلقش وانت ماشي في البرية، قول كده مهما حصل استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. اوعى تخرج زي ما انت. رب بيدعوك النهاردة للنفوس. ما في لحظة أنسيتك.
يعني الثواني دي. أرجوك خد الموضوع بجدية. أنت ممكن تخسر حاجات في حياتك، تخسر حياتك مفيش مشكلة، لكن ما ينفعك لو ربح العالم كله وخسر نفسه. اوعى، الحاجة الوحيدة اللي ما فيهاش هزار انك تخسر نفسك. وفي الأرض لو واحد خسر الناس تقول له ربنا يعوض عليك، ممكن تعوضها. كل دقيقة بتمر عليك النهاردة، كل ثانية محسوبة عليك. ممكن الثانية دي، اللحظة دي تكون لحظة تغييرك، ممكن اللحظة دي تكون لحظة فارقة في حياتك. ناس كتير ضيعت وقت، ولما يجي يسوع هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ ولا سمح الله لو وصلت للمدينة السماوية وما لقيتش اسمك، دي لا سمح الله تدور في القائمة اسمك مش موجود، ده خطير. ما هو دلوقتي انت تقدر تكتب اسمك، انت تقدر، كل واحد يقدر يكتب اسمه. في يوم من الايام هيكون في يوم لقاء يسوع منتظرك على باب المدينة يرحب بيك. لحظة فارقة في حياتك. نعم نعم، صلي وانت بتسمع الكلمات دي. قول يا رب انت قلت انا آتي سريعا واجرتي معي. في يوم كل واحد هياخد حسابه، افتكر دي كويس قوي، كل واحد هياخد حسابه. بس انا عايزك تاخد حسابك اكاليل، عايزك تاخد حسابك امجاد، عايزك تاخد حسابك مجد كبير في حضن يسوع. هو ده يكون حسابك. نعما ايها العبد الصالح والامين، كنت امين على القليل. يا ما تعبت، يا ما احتملت، يا ما تنزلت، يا ما اتكسرت، يا ما حزنت، يا ما عينك دمعت، يا ما الناس جرحتك، يا ما قلت اسامح، يا ما غفرت، كنت امين على القليل. اقيمت، ادخل الى فرحك. نعم 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 نعم، مفيش حاجة بتعدي. نعم يسوع جاي، جاي وجاي قريب لكل انسان. هيبقى بالنسبة لك انت يسوع جاي. مع نفسك كده، يسوع لما تعمل ايه لما تتواجه معاه؟ هتقول له ايه؟ اذا افتقد بماذا اجيبه؟ هتقول له ايه؟ تفتخر بيه؟
لا مال ولا منصب ولا فلوس، كل ده هيروح، يروح في لحظة، والمال يروح في لحظة، تغير الأحوال. إيه اللي تفتخر أي شيء لك ولم تفتخر إنك لم تأخذه؟ إيه اللي مش رب يوعى أشكرك وأنت أشعر معايا الثواني المتبقية دي رب تسقط كتير، بس لو نعمة الرب مش هتعرف توصل، لولا نعمة الرب مش هتوصل. كل مرة وانت بتمشي في البرية وتسقط قول له اللهم ارحمني انا الخاطئ، واشكر الرب لانه عارف حروب العالم، وعارف ان ابليس يجول كأسد، خد بالك كأسد زائر ملتبسا من يبتلعه، عارف ان في قوة بس في نعمة بتسندك. اشكر الرب من اجل النعمة. هتسقط كتير وانت ماشي في البرية، الفشل الحقيقي ان تستمر في السقوط، قوم تاني قوم تاني واشكر الرب لانه معاك النعمة. تسقط 7 مرات 70 مرة في اليوم، هو قال كده 70 مرة 7 مرات في اليوم، هيسامحك هيسامحك عشان توصل. الله متلكك بالنعمة ان تبقى معاه، لانه قال كده حيث اكون انا يكون خادمي معي، قال كده. شوف اسمع الكلام، اريد ان الذين اعطيتني يكونون معي لينظروا مجدي. هو عايزك تبقى معاه، عايزك تبقى معاه. خد الكلام بجد، ما تستهترش ام تستهين بغنى لطفه وامهالي وطول اناته، غير عالم ان لطف الله انما يقتادك الى التوبه. اشكر الرب لانه معاك النعمه، انت في عصر النعمه. اشكر الرب، اشكر الرب ان النهارده قبل ما تخرج ولما تروح اعلن للناس ان معاك نعمه الرب، هتسندك هترفعك هتشعبك باسمك. عايزين نفرح بالرب من بداية الخدمة، واحنا بنتكلم عن فرح الله الكامل. فرح الرب هو قوتك. ايه رأيك تعالى في الترنيمة اللي جاية نقوم ونقف ونقول له انت فعلا تستاهل، تستاهل اني اغني لك، تستاهل اني افرح بيك، تستاهل لانك عملت وعملت وعملت. بس من فضلك وانت بتفكر في فرح الله، اوعى تفكر اوعى تفكر انك تفرح بالعطايا اللي اديها لك الله، افرح بالله نفسه. فرحي بالرب مش بعطاياه، قولها كده لنفسك، انا فرحي بالرب مش بعطاياه، فرحي بيه هو بس. تعال قول له انا بغني لك، انا بسبح لك، حتى في مرضي، حتى في تعبي، حتى في ألمي، فرحان بيك انت بس، تستاهل اغني لك واعترف بجميلك. Thank you.
بجميلك تستاهل اغني لك واعترف بجميلك غني انت فيا واملالي بتراتيلك غني انت فيا واملالي بتراتيلك قبل بزارك سمعني اخبارك انا في انتظارك سمعني اخبارك وبالروح المعزي اعلن لي اسرارك وبالروح المعزي اعلن لي اسرارك تستاهل اغنيلك واعترف بجميلك تستاهل اغنيلك واعترف بجميلك غني انت فيا وملاني بتراتيلك غني انت فيا وملاني بتراتيلك يا نوري في طريقي محبوبي وصديقي يا نوري في طريقي محبوبي وصديقي يا مسيد حواليا ومعايا في ديني يا مسيد حواليا ومعايا في ديني تستاهل اغنيلك واعترف بجميلك تستاهل اغنيلك واعترف بجميلك غني انت فيا وملاني بتراتيلك غني انت فيا وملاني بتراتيلك يا ضامن ايامي ومحقق احلامي يا ضامن ايامي ومحقق احلامي يمدبر لي اموري يا خيري وسلامي يمدبر لي اموري يا خيري وسلامي تستاهل اغنيلك واعترف بجميلك تستاهل اغنيلك واعترف بجميلك غني انت فيا وملاني بتراتيلك غني انت فيا وملاني بتراتيلك بقى ما ينفعش نكون في حضرة الله وإحنا فرحانين كده من غير ما نزيد المسيح تسبيح يلا مع بعض زيد المسيح تسبيح وعلم بنغمكم نادوا الأبطال أبطالوا يمشوا بصريح قدامكم زيدوا المسيح تسبيح علوا الإله بنغمكم نادوا الأبطال أبطالوا يمشوا بصريح قدامكم قولوا أول مدهل مفيش إلا دمه الغفرة قولوا أول موت ملهو السلطان ومفيش إلا دمه الغفرة ونور الإنجيل بيزيد زيدوا المسيح تسبيح علوا الإله بدمامكم نادوا الأبطال يمشوا بصليب قدامكم زيدوا المسيح تسبيح علوا الإله بنغمكم نادوا الأبطال أبطالوا يمشوا بصليب قدامكم قولوا غلب العتمة وسلطانها نور أيامنا ولونها قولوا غلب العتمة وسلطانها نور أيامنا ولونها ونور النهار بيزيد سيدوا المسيح تسبيح علوا الإله بنغمكم نادوا الأبطال أبطالوا يمشوا بصليب قدامكم زيدوا المسيح تسبيح علوا الإله بنغمكم نادوا الأبطال أبطالوا يمشوا بصليب قدامكم قولوا غالب غالب أعداؤه قلبي
عيش فرحي السماء افرح افرح البس ابليس لبس النواح وهتفنا عليك بزيد زيد المسيح تسبيح علو الاله بلا غنكم نادوا الابطال ابطال يمشوا بصليب بابنا الذي من نسيب محضر الله. افتكر فرح الرب هو قوتك في ألمك في ضيقة. سلم على اللي جنبك واللي قدام الشاشات تسلمي على اللي جنبك وقول كده فرح الرب قوتي في الألام البرية أنا فرحان بالرب. وزي ما كنا بنقول في الفقرة الأولين يا فرح الله كامل. تعالوا نختم بابنا الذي مرنمة في السماء ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء ابن الوحيد وشركة ومحبة الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بالسلام. سلام الرب يكون معكم. حينما تشجع الآخرين فأنت ايه؟ تتشجع معه. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر.